أولا نرحب بجميع المؤسسات المدنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الأحزاب، وندعوكم الآن الوقوف دقيق الصمت على أرواح شهدائنا. المناضلة والمقاتلة والمقاومة الأممية والثورية أبت أن تخضع للاحتلال أو تقبل أن تجرد من هويتها كأمرأة حرة وككردية وكردستانية وعلوية. سكينة جانسس المناضلة التي شقت طريقها نحو الحرية لتكون واحدة من مؤسسة حزب العمال الكردستاني، كما نطالب المجتمع الدولي بالكف عن التواطؤ مع الدولة التركية وصمته أمام الانتهاكات التي تتجاوز كل المقاييس بوحشية وإجرامية ضد الشعوب التواقة للحرية. أمكنت عليها هويتها كأنثى وككردية وكعلوية، هويات ثلاث انتهكن منذ زمن في مسقط رأسها في مدينتها التي حملتها في قلبها جرحا غائرا. يجسم ومن لا ينكر تلك المدينة الكردية الكردستانية، تلك المدينة العلوية المتمردة المرتمية بين أحضان جبل المنتزه. وبعد الغيم المرسل عام 1958 ولدت سكينة جانسس بذاك الشكل وذاك العمق في سجنها.